بشهر رمضان وبال الله سبحانه وتعالى ومضى مسلم كسند كيبا هل مر كوا جبي إن شومان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وأنا بشي قرآن ك مركب وحيلة هاي وحيابة مميزات خاصة وإله سبحانه وتعالى وطلع قبل بشهر ضدك مسلم كسند كأن هل مر شومان ومحيته ومركادنا بالعبادة إتهاي وبال محيته لقى فائدة سنة دروس مفيدة ورانكم لعلهم تتقون لعلكم تشكرون لعلهم يرشدون وحالة قفة إيسان على كعبسي إن إلهي لو شكرين عمادة وقت أس أطباهن تهي أدرين تو حنون كباهيدا لا دهي هداية إي حنون عبادة مساجد كألقو حرنان شو تربية الإيمانية روح دا دو حوق إيسان وحاسو نمك يا رمضان كوهز دوغن قرآن كبدو حتى دادك سيسوب الدلاغة وقال كيسا مركي مساء محاية رمضان ك أول جارة إيه أنتي حماد لأن مساجد سووا الجلايان عبادة اللي إدنينا وقفك وسوء أركادو محيه تقو مريح حمال وق وعسعب سنة صلاة محيه فرمضان تراويح تهجد قرآن آخر صدقة أفرن عيد سين وحاسو لمك محادو سوف رمضان كوحا كجير مركا ضاقة كامنة إلى رجع قرصان أود قرصان وقفك من الآن أود أسبانت وشالا وأكو كجير تمر رمضان الآن مساكين تحواسين كرتي صلاة فربنا وتكون كرتا صدقة فربنا وتسمين كرتا قرآن فربنا وأقرين كرتا مساجد وقت ما هو وأكو قارن كرتا بلاها كلينتا لكن بشا محي قال ولتها قف والبيحكو فكرة إنه كفى إليست قف والبيحكو فكرة مركا أود أسكو جرتو بشا رمضان محي هتا أما كنت كوني صلاة ترك على صلاة أما أكو بحيني صدقة فربنا أما أكو أفرني بلاها كلا سلة ميدا إنا أسمي سالي أربا وإنا رجيك أسمو كو جرا لكن هو قرصانا بش رمضان صوب حس بش رمضان صوب حس مركا إنا ذا كقابين عبادتي بش رمضان أسمينيسي إن لمده وعبد ربك حتى يأتيك اليقين بكوس بشك لنا قارس لمؤقا مروال بإنا سوى نفسا عبادتي وضاقة سي أودا سكو جرتي قرصانا رمضان كو بشك لنا إن سيدة سي أهاته وصحابة محي أهنجلة ليح بلاد إلهي كبر جن إنسان كألا كأقبل كان كنا إلهي وجرسيه مركا أود أسوتا رمضان كسيدو كلا أنتو وحنا علينا عبادة يومي عبادة يوم شن تصلاتك قفك صلاتي وكود حد ظهر كيس فعلا وتكنا صنو كود رأ مغرب كي ظهر كي مك عبادات كي مساجد كسب بحسمة مساجد كسب بحسنة عبادات كي عادي جه حتى ونور وقت إذا كلا تعاك سقف جه صلاتي جماعة أنا يرتاح تذكر جماعة كود كنا تدير إني قف مال مال لا قاب سود قف قب تسجل على سود كنا قف محيه ت جروس سود كنا مك حتى رمضان كمساجد كسب بحسمة يعني عبادات يومي جه شن تصلاتك حتى تذكر جماعة ويكون إيمانها تذكر جماعة ويكون إيمانها مك رمضان هو بش شهر النصر وشهر النجاح وبش جوشة إلهي لعلهم يرشدون لعلهم يتقون لعلهم يشكرون مركا إلهي هداية كسينا يا مكا عادي إلهي أدواته توف حكوش جوشة كوسة هلا نانسة جوشة من دجال هذه مسلمين تقبل الجيران الآن قولوا هي لقصة بالله دجال كبدر يا لقصة إلا دجال فرب المسلمين تقبل وحي قولوا سن جيران بش رمضان ومكا إذا بالنصر وا بالنصر أقول أو محيه الله سبحانه وتعالى ونصر قال سسها لقف قصي قف كي أسرع كعب صدر قف كي أسرع كعب صدر مركا طريق إلى النجاح يكون سهلا يا شدوا كلا أنت رمضانك وحقه مش قولة جناع سجي شقوين كي كلا أنت لن قف قص كي يرينا يا وحقه قصارا يا التقرب إلى الله التقرب إلى الله مركا ساسك الموهبة هذا صباح يا سمك تايل أنت هذا صباح يا نفسية هذا سيدا أتاي أود هذه عبادة صباح يا بيش رمضان مركا وحكو بحياته وحكو بمقص قفك أعطاهي قفك أعطاهي انت أتكون كرتو هذه سلاة كوية تمرك عدتك تسلاة ترها ويحتك كوية سنتهاج وسيتك وطلباتنك عدو قرآن كبيرش هالمر لبجر سدح جر أقت انتو حتى نصد هذا ويحكو أود يا نساء قوي أنا قوي نساء مركا قفك حصو بحس موهيبه ديس إنو وحبدا قابن كرو وحبدا وقابن كرو شزو كرن تده رمضان كحكوش الدريق إلى الصواب يا وحقوق هذا التوفيق ذا إله قفك وافجنا يا توفيق ذا عبادة فرحة بدن استغفار تاس قرآن آخر سك صدقة تاس أفرين تاس قفك وحقوق أسهل ليس الله سبحانه وتعالى مرادي فربنا أوليها بش رمضان إنه هلا هذه عفمتها هذه دقالتها هذه بحيث أولاد تها وحياها أعرفتها حتى أكاد جو حاية مركز بش رمضان إله أدو دواته وحلق الله سبحانه وتعالى أبين كسر التقدر كإن الله قالك وجود جو أقصية مركز طريق إلى الصواب في رمضان قفك أسهل يا سدوا كذا رمضان وما كورسين أما ذا قرابة دي عيدي يفرح دي محيط بشر ما سكات الفطر مساكين تي أو محيط محيط سكات الفطر لسينا مركا أيام فرح وكل ما أيام مك عيد فرح بدر إما قال مدينة الهنجرين مركا محيط العيد عيد كذا كذا لكن الإسلام كحقوق سوق ولا عيدون لو هذا عيد مركا عيد أنا رمضان كم كل ما ذا
sida masakiinta waxa la siinaya raashin la siinaya oo sakaatul fitr la yiraahdo marka waa la wada farxaya oo ki qaniga aha waxba ku waajib ki faqiirkan uu farxaya ki qanigana waajib rabaani gudana marka ayaamul farax iyo ku dhamaanay ramadaanki halka ciidul adxaagana sidoo kale dhiig la daadiyo xoolo la qado oo marka masakiinti marka faasalay lil rabbika wan har wax gowrac marka oo quraanka dhahay marka in dadka hilibka jecel yihiin wax qalista iyo wax marka ay wanaagsan tahay marka ramadaanka duruustaas laga faa'iideysanayo duruustaas ayaa laga faa'iideysanayo marka muhiimada maxay tahay marka muhiimada maxay ku soo aruureysa muhiimada cibaadadii asameen jirta bisha ramadaan oo sameyn jirta in lamida in hadana ramadaanka bacdi aad sameyso hadaa wax sadaqa bixin jirta sadaqadaada sida usii wado hadaa dad maxay ahayd caawin jirta dadkii sii caawi hadaa salaad farabadan ku jirta salaatu leyl tuko salaatu duxaa tuko sunnooyinka tuko hadaa ixsaan kale sameyn jirta dadka caawa masaakiin caawi awaan caawi wax alla wixii marka hadaa quraan farabadan akhrinaysa bisha ramadaan aa laba jeer saddex jeer bisha qatimaysa in lamida bil kasta jadwal sameysa aa quraanka ku qatinto hal mar miyaa qatimi kartaa laba maa qatimi kartaa saddex afar hadba tabartaada iyo waqtigaa siduu yahay marka istiqfaarta kulli wixii marka ramadaan sameyn jirtay in lamidana bisha kale samee sababtoo ah kan kale inaa gaarayso war uma haysid kan kale inaa gaarayso war uma haysid marka waqti waxaa ku baraya ramadaanka idaaratu lwaqti inaa time management inaa waqtigaada ka faa'iidaysato cimrigaada inaa ka faa'iidaysato shalay dadkii nala soomana maanta inay joogana dhici karto kan maanta soomeen kan kale inaa gaarinaga cirto marka waka xiriirka ilaahay ee la leedahay markasta inuu yahay xiriir adag oo joogta wasjuud waqtarib u dhowow ilaahay naana meel lagu soo jiro ma taqaanid meel lagu soo jiro ma taqaanid marka oga ramadaanka marka laga baxo bilaha kale sidi ka maa ramadaan camal oo kaleento u cibaadeyso wax u sabadaqayso nafsadaada u hormarso hadaa dhimato cid ku xasuusanayso male cid sadaqa kusoo bixinaysa iska yar ilmahada xataa ducadooda inay xasuustaan oo iska naadir isanoqoyso mudayarka bacdi magacaada iyo waxaad dhawa baaba aya laakiin hadaa wax ka tagto waa sii jiraysaa marka waacbud rabbaka xataa yatiyaka alyaqiin shicaarkaada kaasaa noqda ilaahay caabud ilaa mowdka uu kaaga yimaado. Asalaamu calaykum waraxmatullahi taala. Haddii aad lacag soomaaliya ku dirto ama laguugu soo diro, waxaan kuugu bishaaraynayaa abka wallet remit. Waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa ehelkaada iyadoo lacagta ugu dhacayso EVC sahal iyo premier wallet. Wallet remit waa ammaan, waa sahal, waa mid aad u qiimo jaban. Haddaba hadda soo degso oo maanta ku dirso.